السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين، حياكم الله أينما كنتم، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنتعرف عليها سنتعرف فيها على موقع جميل جدا يمكنك من تنعيم البشرة هذا الطبيعة بالحال، تعديل على صورك الشخصية وجعلها أكثر جمالا وأكثر تناسبا، ونلتقي بعد ذلك بعد هذا الفاصل القصير. عودة من جديد حبيبي في الله، الآن كل ما عليك هو الدخول هذا الرابط كما ترون هنا وهو مشتف تدوين أيضا، وبعد ذلك تقوم بالنقر هنا على ويب كما ترون، سيتحول بين أنا صفحة أخرى، وكما ترون هنا اللغة الإنجليزية وهناك بعض اللغات الأخرى كما الروسية والإندونيسية، فقط قم بالنقر على هنا الخيار هذا ريتوش، انتظر حتى يتم تحميل هذه الصفحة. أو شكاء الانتهاء، وكما ترون هنا أحبابي في الله هنا يقول لك upload، هو open a photo upload، تقوم بالنقر هنا وتذهب إلى أي مكان، المكان الذي تواجد به الصورة التي تريد أن تعدل عليها. مثلا سأختار هذه الصورة كما ترون أعزائي هنا، كما ترون هنا في هذا الخيار تقوم بالنقر، ثم هنا في أسفل الشاشة تقوم بالنقر على زائد تكبير الصورة كما ترون هكذا، ثم تقوم بالنقر هنا ونقوم بنقر على هذا الخيار، ثم هذا نختار هذا الخيار ونقوم بال وضعه على الصورة كما ترون، يتم تنعيم الصورة، نأتي هنا الأيدي كما ترون، كما ترون أعزائي، كما ترون أعزائي يمكنك النقر هنا كما ترون صورة تتغير هنا سوداء هنا بيضاء جدا، وهذا يتوافق مع حسب الصورة الخاصة، وهو العديد من المميزات الأخرى التي تميز بها الموقع والتي يمكنك التعرف عليها بنفسك. وأنا هذا الفيديو قمت بتصميمه من أجل شخص قام ب سألني عن طريقة بدون برنامج فوتوشوب، فقلت له بإذن الله سوف أقوم بالبحث عن موقع مناسب وسأشاركك الحلقة. إلى هنا أنتهي أحبابي في الله، أتمنى أن تكون حلقة قد أعجبتكم، وإذا أعجبتكم لا تنسوا النقر على زر لايك والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة ومتابعتي على جوجل بليس والإعجاب بصفحتي على الفيسبوك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، جميع الحقوق محفوظة لدى قناتك.